first concern was the security, because we are intervening in a country where we know we had the state emergency. So the security was one of the main concerns. We have noticed that the election took place in the peaceful environment without no violence. So we have also not seen any manipulation or fraud during the electoral process, and there was no restriction to the voter to cast their vote during the process. البيان اللي ألقاه رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي بيان وزارة الخارجية بترحب بيه، وأعتقد أن الهيئة الوطنية أيضا هترحب بيه. زي ما قال، ده بيان مبدئي، بيان مبدئي لأن التقرير النهائي هياخد يمكن 3 أشهر، ويجب موافاة الهيئة الوطنية بيه قبل صدوره بشكل نهائي لإبداء ملاحظات على ما يتضمنه، من سواء ملاحظات أو توصيات. وإحنا يهمنا أن الخلاصة اللي وردت في بيان الاتحاد الأفريقي أن الانتخابات أجريت في إطار يتسم بالأمن والأمان وبشكل منظم وفي كل شفافية، وده مهم جدا أنها تكون هي دي الخلاصة اللي وردت على لسان وزير خارجية مالي. لا فعلا، بالنسبة للانتخابات في حد ذاتها كانت في نهاية الآن، وهذا ما جعل لسان رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي لسان بعثة المراقبين على أساس أنه انتخابات كانت جرت في أحسن الظروف، أولا من جانب الأمني، وبالتالي وكانت انتخابات سالمة في باستقرار كام، لم يشوبها أي موضوع أمني مشانه أن يؤثر على العملية الانتخابية، وبالتالي كان هناك تحضير، تنظيم، تأطير احترافي. فعلا مصر ليست دولة لا تحتاج تعريف، دولة عريقة، لها تقاليد، لها إدارة قوية، وبالتالي من هذا الجانب كل الأمور ماشية. عينك على العالم.